أجلب إذنه تعالى ونقرأ تصحيحا سرنا خيرا. الحمد لله القائل الرحمن علم القرآن علمه البيان، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يقدمه البقرة وآل عمران. القائل صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. القائل أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. القائل صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم حقق فينا ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن جعل القرآن أمامهم فقادهم إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن جعل القرآن خلفهم فساقهم إلى جهنم. اللهم أعذنا من النار وأعذنا من التسميع قولا ومفعلا، وطهر قلوبنا من الشك والشرك والرياء، ورتب ألسنتنا بالحمد والذكر والثناء. هيا إخوة الإسلام وقفنا على الجزء التاسع بالترتيب، وقفنا على الجزء التاسع بالترتيب بفضل الله تعالى من سورة الأعراف آية 88. الجزء 9 سورة الأعراف آية 88 جزء قال الملأ، جزء اسمه قال الملأ، جزء التاسع آية 88 من سورة الأعراف. وبعض الرسائل اللي جات لي ان اللي يعمل بالقرآن أفضل من الحفظ، لا، العمل حاجة والحفظ حاجة. الحفظ ده شرف لصاحب القرآن، حتى جاء الإمام أحمد بيقول رأيت الله في المنام فسألته عن قراءة القرآن قال أقرأ بفهم وبغير فهم. فأي واحد يتعبد بتلاوة القرآن الحرف يقرأه بحسن سواء فهمه أو ما فهمش الآية، لكن مش ملزم منك انك لازم تعرف كل آية. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. الحفظ لا نقلل من اهميته ولا نقلل من فضله. ابن الجزري يقول وبعده، بعد ما قال المقدمة قال وبعده، فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. والأبيات يبقى نقولها بعد ما ناخد اتصال. المتصل اتفضل. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا حاجة نبوية. بارك الله في حضرتك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فتح الله عليك المتصل. اتفضل يا حاج عائشة. وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن الشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه إلى آخر الأبيات الجميلة المعجونة بالقرآن والسنة. فلا نقلل من أهمية حفظ القرآن. أنت أو أنت من مش قادر تحفظ أو أنت مش قادر تحفظي مش إلزام عليك الحفظ، لكن لا تقلل من حفظة القرآن ومن حفظ القرآن، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بالقرآن. لكن التعبد بالقرآن من أعظم القربات إلى الله، وقراءة الحجر دي بالربع الجزء الواحد بيقرأه في 12 دقيقة هتفهم إيه ولا تعمل إيه. المهم التعبد بتلاوة القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتعبد بتلاوة القرآن، اللي حافظ بقى ليه منزلة عظيمة غير اللي حافظ، لكن لا نقلل من حفظة القرآن نهائي أبدا على الإطلاق. لكن الفهم للعمل بالقرآن مطلوب. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الحاجة المتصل حاول تصل مرة ثانية ونقرأ، وإن شاء الله احنا بنقرأ الجزء ده احنا بنقول بنسلك معكم التجويد العملي، ما بندققش قوي يعني على الاحكام، لان ده جزء بنتعبد وبنتقرب به الى الله، لكن بنصلح اللحن الجالي فقط لا غير. اتفضل يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. ما فيش يا أم علي. أولم يهدي فعل مجزوم، أولم يهدي لله. حاضر. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فتح الله عليك يا أم علي. المتصل اتفضل. المتصل اتفضل. المتصل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدي. ممكن أعرف بس أقرأ منين؟ لأن تلك القرى الآية 101 من سورة الأعراف. تلك القرى نقص عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثاني، وإن وجدنا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الراء عندك مضمومة ولا مفتوحة؟ أكثرهم. طيب ماشي، يلا اقراها كده. وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. أنت بتمد ولا بتقصر المنفصل؟ بمد حضرتك. طيب مد يلا. منفصل. فأت بها. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فتح الله عليك. المتصل اتفضل. الحاجة سناء اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل رجلكم وطيب صباحكم أهل القرآن. اللهم اجعلنا من المتدبرين لآياتك العاملين بها والحافظين لكتابك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. آمين. تفضل. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن. لا ما فيش الضمة. قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ثاني قال ألقوا. نعم. قال ألقوا. توصلي تقفي حركتين. قال ألقوا وقفت وصلت حركتين. نعم جزاك الله خير. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فتح الله عليك المتصل. اتفضل المتصل اتفضل. نقرأ لغاية ما يجي المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. اقرأ يا شيخ. اتفضلي من اول الربع. واوحينا الى موسى ووقف التلفزيون. حاضر. من اول سنة يا شيخ. من اول اوحينا الى موسى الاية 117 اول الربع. واوحينا الى موسى ان القي عصاك. بسم الله الرحمن الرحيم. واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يؤفكون. ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. كان فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ندي الواو شوية وانقلبوا صاغرين أيوة. وألقي السحرة ساجدين ثاني يغلق ادي ثاني ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون طيب يلا عشان دفع آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا المكر مكرتموه في لا. المدينة عندك إن ولا إن هذا مش على شدة ايوه هنقول ان ولا ان هذا هنقول ايه ان هذا ايوه يلا ان خلاص. هذا المكر مكرته ان يا حاج الحاجه فوزيه برضو ولا مين يا حاجه فوزيه نعم على مالك اقرأ بالراحه كده ان هذا لمكر مكرتموه يلا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لا غني إن هذا مش إلا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون أنا عايزك بقى ترجع لي تاني اقرأ من أول ما بدأت وأوحينا إلى موسى يلا من أول خالص؟ من أول ما بدأت وأوحينا إلى موسى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يؤفكون ما يأفكون بص يا حاجة فوزية نعم أنت عندك على الألف بتاع أوحينا نظرة أنت مدتيها عشان ده مد منفصل مش كده؟ أيوة وكلمة موسى برضو عليها مد يتمد كله يتقصر كله أنت عارف ماشي يلا اتفضل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فتح الله عليك المتصل يتفضل إلى أن يأتي المتصل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وعليكم السلام ورحمة الله الحاج عم إبراهيم أهلا بك يا حاج عم إبراهيم وفي جميع العاملين أهلا بك أهلا بك اتفضلي أقرأ من أول فين وأوحينا اقرأ من أول ما وقفت لا أقطعن أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين يا أم إبراهيم نعم اقراها تاني واللام بتاع رجل أرجلكم عليها فتحة ولما أقف أقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا
إنا إلى ربنا منقلبون. ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا افرغ علينا صبرا. لا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وإن الأرض لله يورثها من عباده يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عيسى ربكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فتح الله عليك يا أم إبراهيم في سنك هذا. ربنا يعطيك الصحة صاحبة 78 عاما. أين الشباب وأين الشابات وأين الرجال من النساء من قراءة القرآن يغطون في سبات عميق. اللهم أفق رجال الأمة وشباب الأمة وشابات الأمة إلى كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ناخذ فاصل ثم نعود لحضراتكم الصحة والجمال لون جديد للحياة. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. بتحلم كتير، أحلامك بتجيلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172 هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. كانت السياسة هي اهتمامك وصحتك هي اهتمامنا. للاشتراك في خدمة رسالة لصحتك لعملاء اتصالات عملاء مؤمنين رسالة نعم من الصحة. الصحة والجمال لون جديد للحياة. يا رب
عدنا إلى حضراتكم ومعنا الحاجة سميرة، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخيرات يا شيخنا. صباح الخيرات. ربنا يبارك فيك ويبارك في أهل القرآن كلهم يا رب. اللهم آمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن أقرأ؟ لا تفضلي وجاوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يا حاجة سميرة. نعم. على مالك ويقرأ وانت قلبك جامد، وانا اصلا عايز اللي يقرأ ويخطأ. ليه؟ اللي بيتابع معانا بيصحح معانا. فأتوا على قوم. يلا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. هات بقى الآية تاني وبراحتك كده وموريناش حاجة. اتفضل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بص يا حاجة سميرة، كلمة اجعل ديت الألف دي معلهاش. قالوا يا موسى اجعل. ايوه الله يفتح عليك. يلا. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. عايز الآية بقى دي تاني وعلى مالك وما تقطعش في القراءة، واقرأ وقفي واعطفي تاني وبراحتك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أقول يعكفون وما أقطعش القراية. يعكفون. يعكفون. أيوة. يعكفون على أصنام لهم. يلا أقرأ بقى التاني ولما نفسك يضيق وقفي واعطفي. يلا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ما انت بتقرا زي الفل اهو، امال خايفه ليه وبتقطعي ليه؟ مش قريت الامتياز اهي. يلا اتفضلي اقرا. إن هؤلاء مفتر مما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بص يا حاجة سميرة، إن هؤلاء متبر. إن هؤلاء متبر. لا اسمعيها بقى. ما هم اسمعيها وباطل ما كانوا يعملون. اسمعي يا حاجة سميرة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. يلا. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هتا ثاني بقى وقولي هؤلاء. يلا. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ورا ورا مني، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثاني، إن هؤلاء إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لولا معنى اتصال كنت خليتك قرأت أكثر يا حاجة سميرة. فتح الله عليك أيتين، ربنا يجعل لك في بيتك خير أحسن من ناقة أو ناقتين، زي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا. المتصل اتفضل. حاجه كريمه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بيك بارك الله فيك. اتفضلي وجاوزنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل
ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فتح الله عليك. مرحبا يا حاجة نادية، تفضلي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. بص يا حاجة نادية، نعم، انت راتك حلوه وهتخافي. كلمه انت مديتي الثانيه الاولانيه اللي هي اللي اصول تتمد اللي هي ولما جاء، عشان ده مد متصل. أيوه. يلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. لا انظر اليك تاني بقى، تاني ورب مفيش فيها ياء. رب أرني على طول كده. يلا. قال رب أرني أنظر إليك. ماشي. أنا مرتبكة شوية. لا ما ترتبكيش، اقرأ وما تخافيش. أنا اقرأ اتفضل. قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن ولكن انظر، احذف الألف الوسط دي، ولكن انظر. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال موسى إني قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فتح الله عليك يا حاج نادية، وإن شاء الله تجمد قلبك المرة الجاية وإنت قريتك زي الفول. المتصل مين معانا؟ اتفضلي يا حاج هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. قول ولما جاء موسى لميقاتنا. الآية رقم كام حضرتك؟ الآية 143. أقراها قبل ما تطلعيها. 143 سورة الأعراف. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أئني قال ربي أني أنظر إليك. رب بس كسرة واحدة بس ما فيش ياء. قال رب أرني. قال ربي أني أنظر إليك. لا أنظر إليك. أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين. لما نلقى بنقول للجمهور، لما نلقى ألف أو أي حرف عليه صفر مستدير كده بنحذفه. وأنا أول المؤمنين. أيوه. قال يا موسى إني
اصطفيتك على الناس إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء تخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أنا سعيد باتصال الحجة هناء والحجة نادية، ولولا الاتصالات لقرأنا كثيرا، لان انا محتاج انا بقى زي الحاجة نادية وزي الحاجة هناء كده نقرأ، وقرأ ان شاء الله يبقى في الامتياز. معانا الحاجة راوية، ولما جاء موسى لميقاتنا، اتفضلي. وطي التلفزيون. حاضر يا بابا. يعني من اول اية 143 شهر. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المستعين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. خليك معايا يا حاج راويم، خليك معايا، في حد متصل منتظر، اقرأي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فتح الله عليك، مرحب يا أم وليد، فتح الله عليك. خدوا كل واحد على حسب رزقه بقى، اللي لما بيجي متصل بنفصل وبناخد. فهي الحجرية ما شاء الله رزقها كتير، ما جاش متصل لمواليد الان. اتفضل يا مواليد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد. الله يحفظك يا مواليد. ولا حضرتك اي كام لو سمحت. الاية 156، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. يعني بقى كده، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك. يلا اقراها تاني يا ست الكل. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أنا عارفك إنك أنت مريضة، ربنا يشفيك ويعافيكي. أنا أقفي على الآخر. شوفي، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يلا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والذين هم، انت عارف اسمها ميم وبعدها باء. ايوه عارف ايه، اخفاء. اخفاء، ايوه. طب يلا فيها، يلا. والذين هم بآياتنا. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، تقفي تقول بقى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يلا عليك، سامحني. لا لا لا، خد راحتك. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه ثاني. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يلا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. لما أقول مكتوبا ايه، اوصل بقى. مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم. لا مفيش واو.
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم هنا ما غنيتش والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتح الله عليك. مرحبا يا حاجة خديجة. الآية 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. مرحبا بك يا حاجة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيك والسامعين والمؤمنين. بارك في جميع العاملين في القناة والمشاهدين والمشاهدين. آمين. أبدأ إن شاء الله. اتفضلي واكتب لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثاني ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثاني فالذين آمنوا به وعزروه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فتح الله عليك وشفاك وعفاك والحج أم وليد كذلك والسامعين والمؤمنين ونحن معهم كذلك. اللهم اشفنا وعافنا جميعا. اللهم اشفنا وعافنا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا يا أرحم الراحمين. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. المتصل اتفضل. آية 106. أهلا بك يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وفيك والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما عتوا عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يا رجل بقى الآية دي تانية يا حاجة فاطمة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ما تمد شوية كده. نعم. مد شوية لفظ سوء. من يسومهم سوء العذاب. يلا. قول من يسومهم. قول من يسومهم سوء. أنا مش سامع حضرتك. طب أنا هقولها كده تاني. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات
لأنهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا نعم. ويقولون سيغفر لنا لا الراء عليها ضمة الراء سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وداسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله يفتح عليك يا حاجة فاطمة ويعطيك الصحة يا رب. اسمعهم بقى مني دول تاني. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. المتصل اتفضل. طيب فاصل ثم نعود لحضراتكم وكده انتهينا من حزب باقي حزب.